ثعلب. شايف؟ هذا من النوع اللي تحسه. في عنا احنا نوعين ثعلب. عنا النوع اللي بيجي زي اللي مره فلتته، اللي بيقولوا له واو، صغير، بيجي صغير ودنبه بيجي طويل. هذا النوع كلب، هاي هذا النوع في ناس بيفكروا ذيب كبير، يعني بيجي حجمه متوسط لحجم الكلب. في ناس بيقولوا له ذيب. اطلع على دنبه، دنبه بيجي قصير، شايف؟ زي مش بجرش على الارض. هذاك بيجيني جريك صار كصار، ودني بيجوا اكبر. هذا نوع تاني بيجي عالي. في ناس بيقولوا له عندنا ذيب، هو مش ذيب، شايف؟ هذا نوع من انواع الثعالب اللي هو ابن اوا. بس في عندنا ناس، في كثير ناس في منطقه الشرق الاوسط بربوه وبيحكوا عنه ذيب، هو مش ذيب، ثعلب.